السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير يا شباب. هنبدأ مع بعض إن شاء الله المحاضرة الرابعة في Advanced Course in Primavera according to DCMA. اتكلمنا يا شباب في المحاضرة اللي فاتت عن إزاي يكون عندنا بي او كيو مكونة من وان ايتم، ونبدأ نعمل منها اكتيفيتي ليست ونعمل منها بريك داون ستراكشر. تمام، وفهمنا مع بعض ازاي لو كانت البي او كيو بالطريقه دي، ونبدا ايه نبدا نعمل منها الاكتيفيتي الخاصه بينا، ونبدا نعمل البريك داون ستراكشر ومن خلاله نبدا نحولها لبرايس بير يونت او نعمل بي او كيو. تمام، طيب احنا عندنا كانت مساحه المشروع او الكيس ستادي اللي احنا شغالين فيها يا شباب كانت 3 مليون 858 الف 589. تمام، نبدأ. دي الموقع العام يا شباب، دي عبارة عن مدينة في مدينة الرياض، مدينة جديدة في مدينة الرياض. هنبدأ نتأكد مع بعض عن المساحة. كل لما نيجي نتأكد من اللي اوت، كل اللي بنعمله زي ما قلنا المرة اللي فاتت، نعمل كل لاين بيقل، وبنبدأ نمشي على الحدود الخارجية للموقع العام. تمام، وبعد كده بندوس ال اي، بنبدأ نشوف ايه الباوندري كله. طالع عندي كام؟ طالع عندي 3 مليون 858 الف 206. هنبدا نشيك عليهم، طبعا لازم يبقى فيه اخطاء بسيطه بسبب البولي لاين بتاعنا. لو بدانا نشيك عليهم، دي المساحه اللي جايه لي في العقد 3 مليون 858 الف 589، ودي المساحه اللي احنا خدناها من الملف الاوتوكاد. الفرق بينهم اللي هو 382، يعني انت بتتكلم في فرق بسيط جدا بنعدله احنا مع بعض في البرنامج الزمني، يعني بمعنى ان انا بلتزم بالمساحه التعاقديه اللي هي جايه لي في العقد. يعني انا لما عملت خدت البلو لاين ده وبدات تشوف المساحه الكامله للموقع العام، ادتني 3 مليون 858 الف 206، يعني في فرق 2 382 متر. يعني ممكن نقول مثلا 30 في 12 ونص، يعني مساحه صغيره مقارنه بالمساحه الرهيبه دي، وبيتولد خطا نتيجه ان انا بنعمل البولي لاين الخاص بي. تمام، طيب بعد كده برضو انا ما زلنا بنراجع. بعد كده يا شباب لازم نركز مع بعض عشان نبقوا فاهمين، عشان لما نخش في ملف الاكسل نبقوا كلنا مستوعبين. احنا قسمنا المشروع بتاعنا اللي هو الموقع العام بالكامل اللي هو 3 مليون وكسور، ده اتقسم لأربعة زون مع بعض كده، قسمناه لأربعة زون. دي أول زون مع بعض كده، دي أول زون، ودي تاني زون اللي أنا مش هلونها ده، ودي تالت زون. تمام، ورابع زون اللي احنا مش هنلونها ده. يبقى إذا أنا عندي أدا زون واحد بالكامل، وأدا زون اتنين اللي هي البلاك ما لونهاش. تمام، و خلوها بالجرين كلر كده عشان يبقى واضح تقريبا يعني. تمام، يبقى اذا عندنا احنا زون واحد، دي المنطقه زون واحد، والمنطقه الثانيه زون اثنين، ودخلنا بعد كده زون ثلاثه وزون اربعه. طيب احنا درسنا مع بعض الدي سي ام اي. بص بقى يا باشمهندس، دي حته جميله جدا لازم تاخد بالك منها قوي. طبعا انا كنت مجبر بحسب العقد ان دي التقسيمه دي عليا. تمام، ولكن انت في لو العقد بتاع حضرتك مش مقسم لك زون، بتبدا تقسم الزونز دي على اي اساس؟ على عده نقاط. النقطه الاولى لازم تقعد مع مدير المشروع، تمام، وتبدا تقسمه. يعني مثلا عندي على سبيل المثال زون واحد فيز واحد، تمام، تيجي تقول له يا باشمهندس زون واحد فيز واحد تقدر تخلصها لو معاك خمس معدات. طبعا حسب قدرة، أنا بديك مثال يعني حسب قدرة الشركة إنها هتبدأ مثلا في اتنين زون مع بعض. على سبيل المثال إن الشركة هتبدأ في زون اتنين، زون واحد فيز واحد، يعني هتاخد زون واحد بالكامل بالفيزات بتاعتها، وفي نفس الوقت شغالة بزون ثلاثة بالفيزات بتاعتها اللي هم اللي احنا واخدينهم بالجرين كلر دول. بتبدأ تقسم الزونز ده حسب حجم المعدات، وفي نفس الوقت بيكون في دماغك وانت بتقسم ان ما تزيدش الديوريشن عن كام، زي ما اتكلمنا عن 44 يوم. وتبدا كل ما تقسم اكتر كل ما تديك صلاحيه ان انت تتحكم في البرنامج وما تعملش علاقات كتير وتخطأ في العلاقات، وتبقى تعمل لوب وتعمل علاقات غير منطقيه والكلام ده كله، بتلاقي النيجاتيف والفلوت عمال ينط معاه، ينط معاك كل شويه. تلاقي مثلا في نفس الريليشن بتلاقي مثلا فلوت مثلا 20 يوم، وبعدها بالنشاط اللي بعده وصل 150 يوم، فتبقى محتار. فالحل في الحاله الحاجه دي ببساطه خالص، ان انا بنبدا نقسم
البرنامج بينقسم الموقع العام، انا بتكلم طبعا ليه اللي احنا شغالين بانفراستراكشر، يعني الكيس بتاعتنا انفراستراكشر، بنبدا نقسم الموقع العام بتاعنا الى زونز، ومن خلالها نقسمها لفيز، وزود عدد الفيز كلما امكن. يعني بمعنى امتى ان انا مثلا اخلي المنطقه دي فيز واحد، ان هي فيز واحد في حاله لو انا عندي خمس حفارات، خمس بوكلينات او ترانشرات، ان انا لو هنشتغل بالترانشر 5 اكسكافيتور او 5 ترانشرز، طيب هيخلصوا لي الزون دول في مده اقل من 30 يوم، ما كمان ما توصلش ل 44 يوم، خليك في السيف سايد، على لان بعض الجهات بتقول لك 30 يوم كمان. تمام، تيجي قاعد مع مدير المشروع تقول له مثلا زون واحد فيز واحد حضرتك بالمعدات اللي عندك، طبعا هو بيبقى عنده حصر طولي بشبكه الصرف، على سبيل المثال شبكه الصرف في زون واحد مثلا مدياله مثلا 3 كيلو او 4 كيلو، تيجي تقول له يا باشمهندس حضرتك انت بالخمس معدات اللي عندك هتقدر تخلصهم في امتى؟ هيجي يقول لك والله انا هخلصهم في 70 يوم. اول ما يقول لك 70 يوم، اذا في زون واحد فيز واحد لازم تتقسم الاثنين على طول. ليه؟ تتقسم تبقى زون واحد فيز واحد، لازم تبقى ما عادش تبقى فيز واحد، بقى تبقى فيز واحد وفيز اثنين. تمام؟ يبقى اذا التقسيمه دي بناء على ايه؟ بناء على قدره الشركه والحجم الاستيعاب والمنطقه اللي هتعمل فيها المعدات برضه، ما انت ما تكونش العمليه فيها صخر وتزود معدات وبالتالي هيحصل عطله، تمام؟ لازم نعمل حسابنا في حركه المانوفرينج. يبقى اذا التقسيمه دي بتكون بناء قعدتك كمهندس تخطيط مع مدير المشروع، انه لو قال لك ان انا نقدر نخلص زون واحد فيز واحد في شهر في 45 يوم كان بها، يعني في 40 يوم زي الفل، زاد عن كده يبقى اذا لازم تتقسم لاثنين زون، وهنعرف مع بعض واحنا بنبني العلاقات المنطقيه مع بعض. تمام؟ طيب النقطه الثانيه هنرجع اللي احنا عملنا استبيان طبعا، وكان راي الاغلبيه ان احنا نبدا من الزيرو. الاكسل شيت دي حضرتك يا باشمهندس هو الاساس وهو المهم وهو اللي هيبقى عليه كل حاجه ولازم لابد ان تهتم. طيب يبقى اذا احنا هنرجع تاني عشان كله يركز معايا، ان احنا المشروع بتاعنا الكيس ستادي بتاعتنا متقسمه لاربعه زونز، وكل زون متقسمه لاربعه فيز ما عدا زون ثلاثه متقسمه لثلاثه فيز. تمام؟ طيب والمساحه العامه الكليه عندنا هي 3 مليون وكسور، 3,858,589، ولما خدناها من البرمافيرا في خطا في حوالي 382، لما خدناها من الاوتوكاد في خطا في حوالي 382، يعني مساحه بنتكلم، انت على فكره انت بتتكلم في مدينه كامله مساحتها 3 مليون داخله على 4 مليون متر مسطح، وفي خطا صغير حته تقريبا 12 متر ونص في 30 متر، فدي طبيعي جدا بيختلف بسبب القياس، ولكن انا هيكون التعاقدي او الرقم التعاقدي اللي انا اخذته من هنا هو الاساس، وبالتالي هنظبط شغلي عليه. تمام؟ طيب هنبدا الاكسل، نتوكل على الله ونبدا الاكسل من الزيرو. مبدئيا انت باشمهندس هتعمل الاكسل بتاعك، بتبدا تعمل بار في الاول كده كبير قوي كده، دي هيكون فيه مجرد شكل تقليدي، يعني ما هو اكتر الا شكل جمالي. بنبدا نحط فيه البروجكت نيم، لو هنتكلم مثلا نقول مثلا ان دي هنبدا فيه نقوله تايمز ريمايند، نبدا ناخد تايمز نبدا نحط هنا في البروجكت نيم، هنا اسم المشروع يا شباب. تمام؟ بعد كده هنبدا نعمل التقسيمه اللي حضرتك اللي احنا اتفقنا عليها زي الفل. الاكسل سهل جدا بسيط جدا، في تريكات تعالى نعرفها مع بعض. طيب هنبدا نعمل التقسيمه البسيطه اللي احنا حضرها، لاحظ ان كل تقسيمه في دي فيها كل الشبكات اللي احنا بنتكلم عليها دي، يعني كل منطقه كانها مشروع بنتعامل مع كل منطقه هنا، يعني مثلا زون واحد فيز واحد هي عباره فيها الصرف الصحي والمية والري والاناره والكهرباء والهاتف والطبقه الاسفلتيه والكلام ده كله.
تمام، الا اذا كان في الحصر بيقول لك ان المنطقه مثلا على سبيل المثال ان منطقه زون واحد فيز واحد ما فيهاش اسفلت او ما فيهاش ميه بتلغيه، ولكن احنا في الكيس ستادي بتاعتنا كانت كل منطقه فيها ايه فيها الاعمال كامله، وبالتالي هنشتغل عليها. في كيس ستادي ثاني هنتكلم فيها مع بعض ان شاء الله بعد ما نخلص دي، لان انا هركز على البروسيجر لانه هو الاهم، البريمافيرا كله شغله ثابت. فيها اماكن ما كانش فيها، هتلاقينا مع بعض نقول لك هنا ما كانش فيه اناره، هنا ما كانش فيه صرف، هنا ما كانش فيه ميه، هنا في كل طبق كل منطقه كانت مختلفه. تمام، طيب هنبدأ بعد كده هنعمل نفس البار بسيط كده تحت منه، وخد بالك انت تبدأ من لو هتاخد لون ثابت نبدأ مثلا من البلو او ماشي، خلينا بالجرين، نبدأ بالجرين وخده تدريجيا، يعني معنى صح انا بدأت هنا في دي على فكرة ترتيب شغل هتعوزه بعدين، يعني مثلا خدت اللون الكاتم دي بعد كده الليفل اللي بعده هناخد ده، الليفل اللي بعده هناخد ده، الليفل اللي بعده عشان تعرف بعد كده هتعرفها بعدين. تمام، هنا هنبدأ نعمل ايه ال دبليو بي اس، هنقول له زون واحد، او ناخدوها هنا كوبي بيست اسرع. وناخدها السايز بتاعها 16 طبعا زون واحد، وناخدها على سبيل المثال تايمز رومان انه الخط المعتمد في الجهات العلميه في الجهات العلميه. تمام، يبقى اذا انا دلوقتي زون واحد عندي كم زون يا باشمهندس؟ انا عندي زون واحد وزون اثنين وزون ثلاثه وزون اربعه، هذا زون واحد زون اثنين زون ثلاثه زون اربعه، ولكن انا هنبدا نقسم فيز تحت الزون واحد. انا هنشتغل دلوقتي في زون واحد فيز واحد النهارده، وهسيب حضرتك تعملوا الشغل الباقي لو قدرنا ناخد كمان فيز ولا حاجه مع بعض حسب الوقت. تمام، طيب تحت منها تحت انت كانك بتعمل دبليو بي اس يا باشمهندس بطريقه بسيطه. هل انا بعمل يا باشمهندس دبليو بي اس كل مره؟ لا ما بتعملهاش، انا طبعا انا واخدها معاك، انت بتبدا تعدل. طيب خد بالك يا باشمهندس، انا بدات انا كتبت زون واحد هنا المره دي عند الكولومز اي. تمام، هنبدا نخش على دبليو بي اس اللي بعدها اللي هي الفيز فيز واحد. تمام، يبقى زون واحد فيز واحد ما بنعملهاش هنا، بنعملها هنا وهتعرفها بعدين واحنا بنعمل الفلاتر بتسهل عليك. لو عملتها تحت بعضها مش هتفرق، ولكن تسهل عليك في عمليه الفلاتر، هي مجرد تنسيق مش اكتر. يبقى احنا عندنا وقلنا احنا عندنا بنحط ايه ليست اوف سامز ابريفيشن، بنقول ان زد 01 طبعا لازم تكتبها في البرنامج الزمني بتاعك. تمام، يبقى احنا عملنا زون واحد كده فيز واحد. تمام، السايز بتاعها كام؟ السايز بتاعها هيكون 16. التنسيق دي مش مجرد، ولكن انا يعني حسب ايه تايمز حسب اكاديميه البحث العلمي، يعني بيقول لك ان الهيد التوب ليتر او المين باراجراف يكون 18 واللي بعده 16 واللي بعده 14 عشان الباراجراف الاساسي يكون ايه؟ يكون 12 السايز بتاعه. تمام؟ طيب يبقى احنا عملنا كده زون واحد تحت زون واحد فيز واحد، وهيكون بعدها فيز اثنين فيز ثلاثه فيز اربعه. زون واحد فيز واحد، زون واحد فيز اثنين، زون واحد فيز ثلاثه، زون واحد فيز اربعه. تمام؟ طيب ايه اللي موجود في الزون واحد؟ في زون واحد فيز واحد موجود عندي اربع انواع من الشبكات، اسف كم نوع، تقريبا سبع انواع من الشبكات، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه. تمام، هناخد احنا اول شبكه، انا بنبدا البرنامج اهو، ممكن تحطها هنا او افضل احطها هنا برضو عشان الفلاتر. تمام، يبقى احنا عندنا انا دلوقتي زون واحد فيز واحد، فين؟ في شبكة فينا يا باشمهندس السور سيستم، شبكة السور سيستم. تمام، طيب هنبدأ ناخد دي برضو بلون أقل درجة، كنا واقفين عند التالت ناخد أقل درجة، وممكن عشان تقريبا هي آخر درجة ممكن ناخد درجة ضعيفة خالص كده. تمام، إذا أنا عندي زون واحد، في الزون واحد فيها أربعة فيز، فيها فيز واحد وفيز اثنين وفيز ثلاثة، أنا دلوقتي في فيز واحد. طيب فيز واحد فيها كم شبكة يا باشمهندس؟ فيها سبع شبكات زي ما قلنا، فيها سبع شبكات. تمام، أنا خدت أول شبكة مع بعض النهاردة، هنكمل أنا السبع شبكات إن شاء الله مع بعض. طيب إيه هو السور سيستم؟ حضرتك بنرجع نشوف أنا الصرف الصحي. تمام،
طيب نخش مع بعض الشبكة الصرف الصحي. ايه الانشطة اللي احنا بنيناها مع بعض في الصرف الصحي؟ اعمال اعمال الرفع المساحي وتحديد مسار الحفر، الحفر حتى من سوق كذا، توريد المواسير كذا كذا، والكلام ده كله. تمام، نبدأ نجيبهم بقى لاختصارا للوقت. هنبدأ نجيبهم من هنا. انا دلوقتي كنترول سي كنترول في، في حاجة نسيناها مع بعض هنعملها. احنا ما كتبناش احنا بنعمل ايه، يعني نقوله مع بعض. تايمز كمان، تايمز كمان، السايز بتاعه كام؟ السايز بتاعه 12. التنسيق دي يا باشمهندس خاص بيك، يعني ممكن تعمله ممكن ما تعملهوش. طيب احنا دلوقتي عمالين نكتب هو ايه اللي فوق دي، يعني ايه زون واحد تحت ايه، وايه ده وايه ده. بنعمل بس هنعمل انسيرت هنا. تمام، ممكن خليها بلون مختلف كده. عايزين لون حلو كده، ماشي. طيب هنا يا باشمهندس من اول هنا كده، دي ايه؟ دي دبليو بي اس. تمام، ودي زي ما احنا شغالين كده. طبعا لسه هنعمل الاكتيفيتي نيم بعدين، يبقى نعرفه نعمله ازاي برضو. الاكتيفيتي اي دي هنا كانت الاكتيفيتي نيم. عايزينها ايه؟ نوت ميرج. عايزينها هنا سنتر. تمام، هنقف هنا كده، هنا وهنا الاي دي. الصوت واضح يا مهندس احمد؟ صوت واضح يا باشمهندس. تمام، تمام. كل اللي عملناه هنا يا شباب ان احنا خدنا دول مع بعض كده ك دبليو بي اس. تمام، وهنا الاكتيفيتي اي دي اللي هو الاي دي اللي احنا هنبدا نشتغل عليه، وهنا الاكتيفيتي نيم. بدانا خدنا انا اللي عملته ايه بقى؟ سيتنج اوت ا روت سيرفي اند ان اتش اس اس اي اللي هي الهيلث سيفتي اند انفايرمنت ريكويرمنتس، اللي هو اللي احنا خدناه من هنا. انا مجرد من تعريب عن قلبت البرنامج كلغه انجليزيه. الرفع المساحي وتحديد مسار الحفر وتجهيز الموقع العام، الحفر حتى من سود النشاط اللي بعده. مجرد انا خدت ايه؟ ترانش اكسكافيشن اند انسبكشن. البيدنج اند ليفلنج انا هشيله، لان طبعا ايه عشان نبدا شغالين. اشوف هنا موجود هنا اختصار الحفر حتى من سود قاع الحفر شامل ترحيل ناتج الحفر، توريد المواسير والقطع الخاصه. احنا نقول برضو توريد المواسير ممكن نجمعها مع، طيب خلينا شغالين مع بعض كده زي ما احنا شغالين، مفيش مشكله. احنا عندنا سيتنج اوت ا روت سيرفي ان اتش اتش اس اي ريكويرمنت، وبعد كده ترانش اكسكافيشن ان ليفلنج، البيدنج ان ليفلنج ان انسبكشن. دي مش موجوده هنا يا باشمهندس، هي عمليه اللي هي ايه؟ البيدنج والليفلنج. انا بنبدا نعمل عمليه تطهير ونظافه بعد الحفر. تمام، احنا عندنا هنا لما بنتكلم على الحفر حتى من سوق قاع الحفر وترحيل ناتج الحفر، بنبدا نعمل عمليه بيدنج وليفلنج اللي هي عمليه التطهير والتسويه والتظبيط، عشان ايه؟ لو في ميول ولا حاجه بيبدا الاستشاري هو بيستلم والحاجات دي. نعمل تطهير. معنى صح ان ممكن نقول على تطهير بلغه المواقع، يعني اللي هي البيدنج ليفلنج ان انسبكشن، اللي هو بنعمل تطهير وتسويه ويعمل فحص، بيجي الاستشاري ايه يعمل الفحص. تمام، وخد بالك بقى النشاط اللي بعده، انا قلت ايه؟ سبلاي انسوليشن جويننج اند الاينمنت اوف بايب. انا بختصر هنا، حضرتك ممكن ما تختصرش. انا عملت في المش في الكيس ستادي اللي جاء انا ما اختصرتش بصراحه، عملت الايه؟ السبلاي لوحده اللي هي التوريد. يعني انا قلت ايه؟ توريد وتركيب وتوصيل في ومحاذاه للمواسير. لاحظ هنا بقى، خد بالك انا هنا توريد المواسير والقطع الخاصه دي كانت لها ايه؟ كانت لها كان معمول لها 12 ريال.
تمام. تركيب المواسير والقطع الخاصه كانت 4 ريال. يبقى اذا انا لما نيجي نتكلم هنا في النشاط دي هنحطه بكام فيما بعد؟ هنحطه ب 16 ريال. يا ريت لو اخطانا يبقى حد ينبهني. يبقى اذا السبلاي، لان النشاط دي خاص بايه بقى، انا عامله كده اختصار مش اكتر، تمام. ممكن تعمل انت البروكيورمنت باند لوحده او دبليو اس خاصه بالبروكيورمنت، تمام. طيب وجيت برضه في المناهيل عملت برضه السبلاي والانسوليشن اوف مانهولز اند هوك اب، اللي هو الايه عمليه ايه تركيب التوريد والتركيب على طول. وبعد كده عملت السيستم تيستنج، تمام. طبعا المناهيل هنا تقريبا كانت لها نشاطين، يعني توريد وتركيب الفرشه اسفل المواسير، انا كاتبها الفراشه معلش بقى، تركيب المواسير والقطع الخاصه، توريد وتركيب وتشطيب المطابخ. لا، هي هنا بند واحد او توريد وتركيب وتشطيب المطابخ، يبقى اذا هي هتتحط زي ما هي. اختبار المواسير نشاط موجود صريح هنا حطيناه زي ما هو هنا السيستم تيستنج. بعد كده اختبار المواسير اعاده ردم الخطوط الرئيسيه حتى منسوب الارض الطبيعيه شامل تركيب الشريط التحذير. احنا بقى install wearing tab اللي هو الشريط التحذيري and backfilling for and backfilling works for piles trenches. يبقى اذا النشاط ده موجود صريح. طيب بعد كده التوصيلات المنزليه بكافه مشتملاتها، دي كانت اخر نشاط معانا، التوصيلات المنزليه بكافه مشتملاتها. يبقى supply and insulation the house connection with all components and inspection، تمام. يبقى اذا انا حطيت كده ايه؟ حطيت يا باشمهندسين كل الانشطه اللي انا محتاجها. خلصنا اول حاجه ايه؟ شبكه الصرف. العمليه مش صعبه، انا بنبدا نعمل ريبليكيت بالكلام ده كله، تمام. نبدا بعد كده هنخش على تحت من السور سيستم. ممكن ناخد دي كوبي عشان ناخدها بس بال كنترول زد. وهتكون اللي بعدها هيكون ايه بقى؟ احنا خدنا البوتابل واتر، هناخد البوتابل واتر كنترول سي، واحنا طبعا عشان ما نغلطش بس عشان احنا في زون واحد، تمام. طيب نفس اللي عملناه. يبقى اذا انا عندي، انا لسه على فكره انا لسه تحت زون واحد، وفي زون واحد انا لسه في فيز واحد. يعني فيز واحد خدنا ايه عشان بس نبقى الناس ما تتوهش معانا؟ انا في فيز واحد اهي. فيز واحد دي يا شباب احنا عملنا الصرف دلوقتي، تمام. هنبدا نعمل ميه الشرب اللي هي الباتابل واتر. هنشوف ايه الانشطه، هنشوف ايه الانشطه اللي موجوده معانا في الباتابل واتر. الصرف الصحي، شبكه الميه والحريق، تمام. دي الانشطه اللي موجوده، الرفع المساحي، الحفر حتى منسوب قطاع الحفر، توريد المواسير والمحابس وهكذا. تعالوا بقى نشوف الانشطه، ناخدوها مره واحده كده. بوتابل واتر هنا كنترول سي، بيست فاليو كنترول في، خدها ماتش من هنا عشان تبقى نفس السايز ونفس الايه تايب اوف رايت، تمام. طيب تعالوا نراجعوهم مع بعض. انا سيتنج اوت ا روت سيرفي ان اتش اس اي ريكويرمنت، اللي هو اعمال المساحه وتحديد مسار الرفع المساحي وتحديد المسار وتجهيز الموقع. تجهيز الموقع دي يا باشمهندسين بيقصد بيه ايه بقى؟ العلامات التحذيريه، الامن والسلامه والنظافه والحاجات دي كلها لازم ايه تكون دي من ضمن ايه تجهيز الموقع، تمام. اللي بعده الحفر حتى منسوب قاع الحفر شامل ترحيل ناتج الحفر، حطيناه. ترانش اكسكافيشن اند انسبكشن، يعني اعمال الحفر، حفر والفحص. والبيدن الليفلين دي نشاط هناخدوه، هناخد سعره من الحفر. خدوا بالكم يا شباب، دي هناخد سعره من الحفر، تمام. هنفرضه مع بعض ان سعره من الحفر يكون سعره قليل جدا. ليه؟ لان عمليه التسويه بعد ما بيخلص حفر، لان هو شامل الحفر برضه، من ضمن اعمال الحفر عمليه التطهير والمساواه والكلام ده كله، تمام. لانه مش موجود هنا، احنا مش حاطينه هنا، تمام. حفر حتى من سبقة توريد المواسير والمحابس والقطع الخاصه، وقلنا ان توريد المواسير هيكون مع تركيب وتمديد المواسير، دي بنتمجون في بعض. يبقى اذا الحفر انا بكسره الاثنين، حضرتك زي ما انت عايز او حسب طبيعه الشغل، ولكن احذر ان تتزود في الانشطه، لا تزود في الانشطه خالص عشان ما تتوه. اعمل الانشطه المنطقيه اللي تعمل لك كنترول، يعني زي ما قلت لحضرتك يكون ايه بقى؟ ايزي اند كلير اند سمبل، سمبل اند كلير اند ايزي تو اندرستاند.
دي يعني البرنامج الزمني يكون بتاعك بيكون بيشترط الصفات دي كلها، لان عشان يفهموا مدير المشروع. تمام. طيب نخش بعد كده على احنا اتكلمنا على البيدنج الليفنج وقلنا خدناها من الحفر. بعد كده سبلاي اند انستليشن اوف بايبس اوف بايب والفالفز والفالف روم اند سبيشال بارتس، يعني بمعنى اننا هنورد ونركب المواسير والمحابس وغرف المحابس والقطع الخاصة اللي هي الأكواع والكلام ده كله، عملية التركيب. تمام. طيب بعد منها كان توريد وتركيب الفرشة أسفل المواسير. تمام. دي عندها من البنية الليفل، تركيب وتمديد المواسير والمحابس وغرف المحابس، تركيب وتمديد. يبقى إذن دي هتكون إيه؟ تمديد وتركيب المواسير. رحنا فين؟ هنا عشان بس ما تقوش تركيب وتمديد المواسير والمحابس وغرف المحابس، اعاده الردم. طبعا تقريبا هنا ما كانش فيه السيستم تيستنج، هنشوف احنا حاطين هنا السيستم. طبعا السيستم تيستنج هناخد سعره، وهنشوف احنا هناخد سعره منين دلوقتي. تمام. طبعا انا دي عشان احنا العقد لمب صام، طبعا لو في البرايس بير يونت بتكون كل حاجه واضحه، ولكن السيستم تيست مش هيكون موجود، هيكون قايل لك ايه والبند يشمل الاختبار والتسليم والكلام ده كله، فهتبدا تاخد سعره من السيستم تيستنج، او عايز تسيبه من غير سعر ما فيش مشكله. تمام. ما يعني يبقاش على اختلاف يعني. طيب بعد كده انستول ويرنج تاب اند باك فيلينج فور بايب بايبس ترانش، اللي هو اعمال إعادة الردم مواصفات شامل تركيب الشريط التحذيري. تمام. ده في كمان الهاوس كونكشن، يعني هنا محط مش محطوط الهاوس كونكشن، فاحنا هناخد سعرها، هناخد سعرها من المواسير، توريد المواسير والمحابس والقطع الخاصة هيكون السعر دي هيقل شوية، هناخد منه حوالي 2 ريال للهاوس كونكشن، يعني اذا دي هتتكسر، يعني هتبقى 4 ريال هنا و2 ريال للوصلات المنزليه، اللي احنا حاطين هنا سعر للوصلات المنزليه. يبقى اذا كده خلصنا احنا خلصنا اعمال الباتابل واتر. اللي بعدها هنبدا ناخد اللي بعدها اعمال الري الاريجيشن. تمام. زون احنا لسه في زون واحد. تمام. هنخش على شبكه الري عشان ما انتوش يا شباب مع بعض، نبدا نركز مع بعض عشان ما انتوش مع بعض. احنا دلوقتي في المنطقه دي في المشروع الصغير ده، فرضا افترضوا تخيلوا انه مشروع. تمام. في خلصنا عملنا شبكه الصرف بتاعته، حطينا الانشطه الخاصه بشبكه الصرف، وحطينا الانشطه الخاصه بشبكه الميه، الميه والحريق طبعا. بعد كده هنحط الانشطه الخاصه بشبكه الري في المشروع الصغير ده، افترضوا ان هو مشروع. تمام. طيب بعد كده هنشوف الانشطه اللي خاصه بالاروجيشن سيستم. استبانيو وكماتش. تمام. السيتنج احنا طبعا الرجوع مع بعض، احنا اعمال الاعمال المساحه وتجهيز الموقع والحفر والبيدنج والليفلنج والسبلاي اللي هو التوريد والتركيب المواسير والفالف روم والسيستم تيستنج وانستول ويرنج. طبعا هو الاريجيشن ما فيهوش وصلات منزليه، خد بالك يعني. فاذا عندي هنا في الصرف الصحي، وهنا كان في وصلات منزليه، هنا طبعا اعمال الري اللي هي الحدائق والكلام ده كله، فما فيهاش ايه وصلات منزليه. تعالوا نشوفوا الانشطه هنا في شبكه الري. احنا اتكلمنا طبعا وطبعا يا شباب انتوا عارفين ان احنا ورينا الاسعار دي منين ورجعناها مع بعض المره اللي فاتت، يعني السعر دي احنا شرحناه وازاي نجيب السعر دي، عشان بس لو حد حاضر معانا جديد النهارده فيقول هم جابوا الاسعار دي منين. لا، المحاضره اللي فاتت حضرتك راجع المحاضره اللي فاتت هتعرف احنا وصلنا للكلام ده ازاي. تمام. قلنا هنا الرفع المساحه وتحديد مسار الحفر حطينا له 1 ريال، الرفع حتى من سقف الحفر شامل ترحيل ناتج الحفر 4 ريال، توريد والمواسير اللي هو الخاصه، اعاده الردم بمواد مصنفه. تمام. يبقى احنا راجعوهم مع بعض كده، ادي اعمال المساحه، اعمال الحفر كده، خدنا الرفع المساحي اللي هو اعمال المساحه، الحفر. طيب هنلاقي بقى البيدنج والليفلنج هناخد سعرها من الحفر لانها مش موجوده. هنا سبلاي اند سبيشن اللي هو توريد وتركيب المواسير والمحابس الغرف الخاصه، تعالوا نشوفوا هنا توريد المواسير والمحابس، ايوه
الحفر حتى منسوب قاع الحفر شامل ترحيل ناتج الحفر، توريد المواسير والمحابس والقطع الخاصه. على فكره هنا السعر، هنا شوف انا كاتب توريد المواسير والمحابس والقطع الخاصه شامل التركيب. يعني المفروض كنا نقوله ايه؟ توريد وتركيب، يعني هنا نضيف ايه؟ وتركيب. وتركيب. تمام؟ توريد وتركيب المواسير والمحابس وغرف المحابس كمان، ونقول كمان ايه؟ غرف، غرف المحابس. تمام؟ يبقى البند هنا ايه؟ شامل توريد وتركيب المواسير والمحابس وغرف المحابس والقطع الخاصه، اللي هو النشاط ده اللي احنا قلناه، اللي هو supply and installation of pipes والفالف والفالف روم اند سبيشال بارتس للقطع الخاصه، وبعد كده السيستم تيستنج اختبار النظام، وبعد كده اللي هو هو ملوش نشاط هنا، مش حاطين له نشاط هنا، مفيش مشكله ناخد سعره، ممكن ناخد سعره من الحفر حتى منسوب، والله أنا ممكن ناخد سعره من هنا، خلي دي مثلا خلي دي 3.5 وناخد سعره نص ريال من هنا. تمام؟ اعاده الردم بمواد مصنفه شامل تركيب الشريط التحذيري. تمام؟ اللي هو النشاط الاخير اللي هو الايه؟ installing wearing tab and backfilling for and backfilling works for pipes trenches. تمام؟ طيب بعد كده هناخد ايه؟ الشبكه. يبقى اذا احنا خلصنا ثلاث شبكات، خلصنا شبكه السور سيستم اللي هي شبكه الصرف، البادبل واتر اللي هي المايت شورب، واللي هو ان فاير سيستم اللي هو الحريق، مش حاجتنا مش مشكله، الاروجيشن سيستم اللي هو الري. هناخد الشبكه اللي بعديها الالكتريكال سيرفيس والكيبل اون لايتنج بوستس، ناخد الالكتريكال سيرفيس. الشبكه اللي بعديها هتكون شبكه الكهرباء. تمام؟ دي واحد، يبقى احنا لسه خلي بالك في زون واحد، ناخد دي عشان بس يبقى نفس الكالرز و سايز. احنا ما عملناش دي تايمز رومان، بس مش مشكله، ممكن تمام. طيب هناخد شبكة الشبكة رقم 4، يبقى دي الشبكة رقم 1 2 3. الشبكة رقم 4 يا باشمهندسين هي شبكة كهرباء القوى أو الكهرباء بتاعت إنارة المنازل. تعالوا نشوفها هنا، في احنا جبناها ازاي من هنا، شبكة الري، شبكة الهاتف، لا احنا هنا مش شغالين بنفس الترتيب، شبكة الماء والحريق، شبكة الري، شبكة الهاتف، لا احنا عايزين شبكة الإنارة، لا شبكة كهرباء القوى اهي. تمام؟ دي الأنشطة الخاصة بشبكة كهرباء الطرق القوى، الحفر والترحيل، توريد كابلات الجهد المنخفض والمتوسط، توريد المحولات ووحدة الربط، تمديد الكابلات شامل فرشة الرمل والدكتات. بص يا باشمهندس أنا هتلاقيني بنحط كل مرة السيتنج أوت أند روت سيرفي أند هاوسنج إيه أند هاوس ريكوايرمنتس. خلي بالك ممكن أنت تكون شغال بدولت، أنت شغال في الطريق ويكون ال ويكون يعني انت شغال مثلا بالميه والصرف مع بعض، يعني اذا عملت الشبكه شغال انت في على سبيل المثال شغال بالسور سيستم والبوتبل ووتر اللي هم شغالين في جنبين الطريق، يعني انا عندي جنب طريق هنا شغال بشبكه الصرف والجنب الثاني شغال بالميه، فانت حطيت اصلا في اعمال السيتنج اوت ارست باي انت عملتها مره واحده. تمام؟ طب ليه انا بكررها؟ بكررها لسببين. السبب الاولاني ان احتاجها تمهيد ليا ان انا اجهز نفسي، والسبب الثاني ان انا ما اضمنش ان مدير المشروع حتى لو انا حاططهم الاثنين مع بعض ممكن اصلا يبداهم هو ورا بعض، او ممكن يشيل منطقه او غير منطقه. ثالثا ان دي متطلب امن وسلامه، يعني انت مثلا في جه في البرنامج الزمني يقول لك كل اعمال حسب متطلبات الامن والسلام، يقول لك كل اعمال لازم قبل ما تبدا تكون حاطط لي نشاط الامن والسلام. تمام؟ يعني انا اصلا ممكن اتغاضى عن حسب بقى طبيعه البلد اللي عندك، ولكن مهمه طبعا اعمال الامن والسلام، فانا مكررها. ممكن انت تشتغل بالسور سيستم والبوتابول بنفس الوقت، ومع ذلك انا مكرر هنا النشاط اعمال المساحه، واصلا المساح اصلا ما بيبدا يشتغل ممكن ياخد الطريق كله مع بعض، يرفعه لك نقاط مع بعض ويعمل الليفلنج مع بعض. وبرضه مديها لك ان هي
increase for you يعني تظبط على فلوت حته معينه تديها نشاط تقلل منها بتعوز يعني نظام محبس ظبط كده يعني هو نشاط حلو ليك يعني كانه محبس ظبط للانشطه يعني عندك الشبكه كده هتزوده شويه تقلله شويه يبدا يظبط لك الفلوت حته معينه دي هنعرفها بعدين تمام ولكن برضو دي متطلب امن وسلامه لازم يكون موجود وموجوده لمصلحتك انت كايه كبلانر برضو تمام هناخد الشبكه رقم رقم خمسه رقم اربعه ولا خمسه رقم اربعه اللي هي الالكتريكال سيرفيس الانشطه بتاعتها فاليو تمام طيب تعالوا نراجعوهم مع بعض اعمال سيجن اوت روت سيرفي اند هاوسنج ريكويرمنت اللي احنا كنا بنتكلم عنه من شهر اعمال التجهيز واللي هو موجود هنا لا مش موجود ازاي هو مش موجود هنا على فكره تمام هناخد سعره من الحفر تمام طيب ممكن نحط له 1 ريال ولا حاجه توريد طبعا الحفر والترحيل حفر والترحيل هنا عاملاه ايه ترانش اكسكافيشن وبيدنج وليفلنج يبقى اذا انا هنحط دي مثلا في احنا بنوزع الاسعار برضو دلوقتي ممكن نحط دي 1 ريال ونحط الترانش اكسكافيشن نحط له 18 مثلا او 17 والبيدنج واللي هو الباد بريبريشن اللي هو الايه التجهيز تحت الكابلات الرمله اللي بتفرش تحت الكابلات ممكن نحطها من ضمن ايه الاسعار بتاعت الحفر نخليها 1 ريال او تقريبا 1 ريال كافي عليه تمام طيب بعد كده النشاط اللي بعده كان هنا توريد المحولات ووحدات الربط الحلقيه تمام لا ده اللي قبل منها توريد كابلات الجهد المنخفض والمتوسط احنا النشاط هنا عوضينه توريد وتركيب وحاطينه هنا ايه supply and cable line for low and medium voltage يبقى احنا توريد وفرد الكابلات يبقى انا حطيت النشاط مع بعضه يبقى اذا هنحط هنا ايه خد بالك هنا هنجمع السعر يبقى عندنا concrete footing for transformer اللي بعدها دي خاصه بالقواعد قواعد خاصه بالترانسفورمر والسبلاي انستليشن فور ترانسفورمر اند رينج المين يونت والبروتكشن كولوم فور ترانسفورمر والسيستم تمام طب يبقى اذا ايه السبلاي اند كيبلينج سبلاي توريد وفرد الكابلات احنا توريد كابلات الجهد المنخفض تمديد الكابلات شامل فرشه الرمل وضغطات العبور يبقى اذا خد بالك بقى انا هنا توريد الكابلات الجهد المنخفض والمتوسط كان 20 تمام وتمديد الكابلات شامل الفرشة الرمل والدكتات عبور الطريق كانت 6 يبقى اذا خد بالك الستة مع ال20 دول هنجمعوهم مع بعض تمام طيب بعد كده الكونكريت فورنج الكونكريت فوتنج فور ترانسفورمر دي سعره هناخده من توريد المحولات ووحدات الربط الحلقيه ممكن نحط له ريال ولا حاجه ايه نوع عمل ايه ممكن ريال واقل من ريال كمان دي على فكره يا باشمهندسين هو احنا دلوقتي وزعنا انا ما عنديش يونت برايس عشان بس تقول هو عمال يحط بس انت عمال توزع في الاسعار زي ما انت عايز لا هو بيبقى بناء احنا وزعنا التوزيعه دي وزعناها بالاتفاق مع الاستشاري والمالك تمام في توزيعه صغيره بقى زي مثلا ايه انت بتتكلم على توريد المحولات ووحدات الربط الحلقيه 16 ريال وانا حاطط هنا خرسانه والكلام ده كله انا بنبقى قاعد مع مدير المشروع يعني انا مش بحط الكلام دي بنفسي بنقول له خلي بالك طب احنا نحط خرسانه كام اقول لك يعني حطها نص ريال يعني هتبقى دي 15 ونص فرضا توريد المحولات ووحدات الربط الحلقيه 15 ونص وفي نص ريال للايه للقواعد الخرسانيه تمام طب ليه حضرتك انت في انشطه بتدمجها وفي انشطه بتكسرها دي لاسباب طبيعه الموقع ورغبة مدير المشروع. يعني انت ممكن تعمل غيري. بس انا مثلا اقول لك ايه كونكريت فور ترانسفورمر كونكريت فوتنج فور ترانسفورمر طب ليه ما حطيتش مع المحولات والكلام ده كله؟ لا حسب بس ايه طبيعة الموقع وحسب مدير المشروع. تمام؟ لأن يقول لك مثلا انا جهزت احنا طبعا ايه النشاط اللي بعده قلنا ايه بقى سبلاي
an insulation transformer and ring main unit اللي هي الوحدات ال R MU. طبعا ال R MU شغل الكهرباء دول عارفينه الناس بتوع الكهرباء، اللي هي الوحدات ايه الربط الحلقي. تمام، يبقى اذا دي هنحط مثلا فيها واحنا بالاسعار ونوزعها مع بعض هنحط فيها نص ريال، وهنا هنحط له ايه 15 ريال ونص. ماشي، بروتكشن لا ده احنا ممكن كمان مش نص ريال، يعني ده احنا حطينا هنا كونكريت فوتنج فور ترانسفورمر اه نص ريال، ممكن نحط لها هنا نص ريال ونحط هنا 15 ريال ونحط هنا نص ريال كمان للبروتكشن كولوم فور ترانسفورمر اللي هي الايه اعمده الحمايه حوالين المحولات بتاعت الكهرباء. يعني في اعمده كده بتبقى خرسانه كده مصبوبه وممكن تكون ستيل، يعني ستيل خارجي كده ومصبوب فيه خرسانه من جوه، ممكن يكون خرسانه صافي وممكن يكون حديد حسب ايه المواصفه. يعني ممكن نحط له كمان نص ريال او نحط له ربع ريال اصلا. السيستم تيستنج ده كفايه عليه ربع ريال كمان. السيستم تيستنج طبعا ربع ونص دي باتفاق مع مدير المشروع وقسم المشتريات عندك، بيقول لك مثلا احنا عندنا كم محول في المنطقه واسعارهم كام والكلام ده كله، يبقى اذا الاسعار كذا كذا، ممكن تبدا تحط السعر ايه بناء على الاتفاق مع قسم المشتريات ومدير المشروع. طيب السيستم تيستنج هنحط له احنا حاطينه هنا ولا مش نبدا نشوفه؟ الاختبارات الاختبارات موجوده هتحط لها 4 ريال. ليه هنا برضه مركزين عليها؟ لان طبعا الملك كان مركز طبعا الاختبارات مهمه يعني. وبعد كده اعاده الردم هنا السيستم تيستنج انستولينج وير تاب اند باك فيلينج ورك از فور كيبل ترانش. تمام طيب كده خلصنا الشبكه رقم 5. نرقم هنا برضو عشان ايه اضافه كده لنا عشان ايه نبقى عارفين 2 3 4 طيب هنبدا ناخد الشبكه اللي بعدها. احنا خدنا كده الالكتريكال سيرفيس تاني، بنرجع مع بعض. هنا خلصنا ايه يا شباب في المشروع الصغير ده؟ ديليت هنا نغير لونه بس عشان نبقى ايه احنا شغالين هنا يا باشمهندسين. تمام خلصنا هنا 4 شبكات، خلصنا شبكة الصرف، خلصنا حطينا أنشطة الشبكة بتاعت الصرف، حطينا أنشطة الشبكة بتاعت المية، حطينا أنشطة شبكة الري، حطينا أنشطة كهرباء القوى أو كهرباء تمديد المنازل. تمام بعد كده هنخش على أتوقع بعد كده إنارة الشوارع. أيوة الكيبل لايتنج باستس أو كولومز. بعد كده طبعا ما ننساش احنا لسه في زون 1، يبقى خد بالك ان زي 01 اللي هي زون 1 فيز 1 النشاط ايه بقى؟ الكيبل اند لايتنج بوستس. تمام طيب بعد كده هناخد دي نفس اللير لان يبقى معانا نفس اللير. نبدا نشوف ايه الانشطه اللي هي موجوده. الكيبل اند لايتنج بوستس كده خلصنا يا شباب عشان الناس ما تتوهش كده، وهنبدا بقى نجمع بقى ونحط الاسعار والكلام ده كله. قربنا خالص يعني ان شاء الله. تمام تعالوا نراجع مع بعض النشاط اللي جاهز عندي اللي هو تجهيز الامن والسلامه والكلام ده كله. دي طبعا متطلب امني او متطلب مهم جدا. طيب واعمال الحفر تعالوا نشوفوا احنا كسرناها كنا بنقسموها ازاي. هنا شبكه الكهرباء اهي شبكه الاناره. تمام الرفع المساحي وتحديد مسار الحفر وتجهيز الموقع. النشاط احنا خدناها وات سيتنج اوت رود سيرفي ان اتش اس اي اللي هو الهيلثي سيفتي انفايرمنتال ريكويرمنتس. تمام بعد كده ترانش اكسكافيشن ان انسبكشنز. ترانش اكسكافيشن الحفر حتى منسوب قاع الحفر شامل ترحيل ناتج الحفر طبعا والتسليم، احنا ضايفين ما ضفناش التسليم هنا. تمام بعد كده
النشاط اللي بعده اللي هو الباد بريبريشن، اللي هو التجهيز، فرد تجهيز الرمله تحت الكابلات. وطبعا قلنا سعره هناخده من سعر من الترانش اكسبشن. ممكن في الحاله دي مش تطهير، هو دي فرد رمله ممكن ناخده من الحفر. تمام، ممكن تاخد الحفر. سبلاي اند كيبل لاينج فور لايتنج بوستس، النشاط اللي بعده هنشوفه ان توريد وتركيب كابلات الاناره، للسبلاي اند لايتنج سبلاي اند كيبل لاينج اللي هو توريد وفرد الكابلات لاعمده الاناره. بعد هنا بقى نقول له ايه بقى، سبلاي اند انسوليشن كونكريت فوتنج فور لاعمده القواعد الخرسانيه بتاعت اعمده الاناره. تقريبا ما لهاش نشاط هنا، توريد وتركيب، توريد اعمده الاناره والكشافات، توريد القواعد، اي توريد قواعد الاناره موجود. تمام، توريد بس احنا هنعمل توريد وتركيب بقى. توريد اعمده الاناره والكشافات، توريد اعمله سبلاي اند انسوليشن فور سبلاي، انا هنا قلت سبلاي اند انسوليشن، يبقى توريد وتركيب القواعد للاعمده، وهنا برضو توريد وتركيب الاعمده، توريد وتركيب الاعمده. هنا احنا حاطين توريد اعمده الاناره، هنا التوريد فقط، وفي تركيب اعمده الاناره شامل توريد تركيب اعمده الاناره شامل تركيب القواعد والكشافات. خد بالك بقى الحته دي بس عشان فيها لخبطه شويه كده، عشان بس نبدا ايه، خليها بجرين كلر عشان نبقى عارفين. توريد اعمده الاناره، بص يا باشمهندس بس عشان واحنا شغالين هتلاقيني خدت ارقام كده وتتلخبط. طيب اللي انا اعملهم بالجرين كلر دي توريد اعمده الاناره والكشافات. تمام، هنا بنمرد دي سعر التوريد، سعر التوريد كام؟ 4 ريال. تركيب اعمده الاناره شامل تركيب القواعد والكشافات 2 ريال. تمام، طيب توريد اوائل القواعد، هنا سعر التوريد كمان القواعد الاناره اهوت، ماشي خليه بالجرين كلر برضو. توريد وتمديد الكابلات، طيب دي ما فيش مشكله منها. توريد قواعد الاناره، يبقى احنا عندنا القواعد ب 2 ريال، احنا حطيناها هنا ايه، خد بالك احنا قلنا بقى ايه، سبلاي اند انسوليشن فور كونكريت فوتنج فور لايتنج بوستس، خدناها هنا بكام؟ ب 2 ريال. ممكن نخليها ب 2 ريال وربع، لان هنا السعر هنا شامل التركيب، يعني بالنسبه لتركيب اعمده اناره شامل تركيب القواعد والكشافات 2 ريال. ممكن نخليه دي بريال 75 هلله. ليه بقى؟ لان في ربع ريال نحطه هنا مع توريد القواعد الاناره اللي خلي دي 2 ريال وربع، ولان النشاط هنا بيقول ايه؟ النشاط اللي انا حاطه، او تقسمها انت زي ما ممكن تقسمها زي دي موجود بالظبط، بس انا عايز نمشي بس حسب عشان ما نعيدش الشغل تاني. ممكن انت تقسم تعدل التقسيمه زي ما انت عايز، بس انا هنا بنقول ايه بقى؟ توريد اعمده الاناره والكشافات، توريد قواعد الاناره، توريد قواعد الاناره بكام يا باشمهندس؟ ب 2 ريال. تمام؟ بس هنا النشاط ما بقولش، هو بيقول لك سبلاي اند انسوليشن سبلاي اند انسوليشن كونكريت فوتنج، يعني سبلاي توريد وتركيب قواعد الاناره للاعمده، يبقى مش هيبقى 2 ريال، يبقى مثلا 2 ريال وايه؟ 2 ريال وربع. ليه؟ لانها هناخد الربع من هنا. هناخد الربع من تركيب اعمده الاناره شامل تركيب القواعد والكشافات. وعلى فكره دي حتى المالك مش هيعترض عليها، يعني عشان بس انت بتبقى قاعد مع مدير مشروع وتنسقوها، لان هو تنسيق منطقي. يعني انا عملت البرنامج بالطريقه دي، عدلت في كذا في الكلام ده كله، فبيبقى هو تنسيق منطقي جدا ومقبول. واذا على فكره هو المالك ما هو الا مهندس، لو لقاك فاهم البرنامج وعامل برنامج ودارسه هيقول لك امين، مش هيقول لك لا السعر دي ومش عارف. ثانيا انت بتعمل دي في الحاله بتاعتنا بس فقط. ليه؟ لان العقد او ليه؟ لانه ما يتعداش عن، احنا قلنا طبعا البادجت التوتال كوست، قلنا البادجت تقريبا 770 مليون باين على ما اتذكر، 733 مليون. تمام؟ 733 مليون انت بتوزعهم، انت مش هتتعدى المبلغ دي لانك انت شغال المتر مسطح. فكونك بقى تحط دي مثلا اثنين، ده توزيعه داخليه خاصه بك انت. تمام،
وفي نفس الوقت التقسيمه دي اتفق عليها الاستشاري اللي هي قالت الصرف كان متفق عليها، فوبالتالي ما فيهاش اختلاف. فكونك توزع توزيعه صغيره داخليه او بمعنى ممكن ما يلاحظهاش. في التوزيعات في المشروع الصغير ده اللي هو جزء من المشروع الكبير ده، هناخد الشبكه رقم 6. الشبكه رقم 6 بتقول ايه بقى؟ شبكه ظريفه جدا اللي هي الايه؟ اعمال شبكه الهاتف. شبكه تليكومنيكيشن سيستم. تمام. طيب ناخد الانشطه بتاعت التليكومنيكيشن سيستم ونبدا نراجعها مع بعض. دكت اكسكافيشن اند انسبكشن، دكت لينك، سبلاي اند انستليشن. طيب دي كانت جايه في الاستفسارات برضو يا شباب، ان ايه الانواع اللي هتتم هنا، يعني من ضمن الاستفسارات احنا مستفسرين ايه الاعمال اللي هتتم في شبكه الايه؟ الهاتف والمعلومات. دكتات عبور الطريق شامل الحفر والمواسير الخرسانيه، كان كل بس شغلان. ليه على فكره؟ ليه على فكره احنا بنعمل كده على فكره شبكه الهاتف والمعلومات؟ لان هي اصلا بتسند مش انت المقاول، الشركه الاس تي سي، الشبكات يعني مثلا زي مثلا الوي في مصر او الاس تي سي او موبايل والكلام ده كله، هي بتسندها لمقاول متخصص. بس طبعا من ضمن الشروط هنا ان انت ما تحفرش في طرق رئيسيه والكلام ده كله، فاحنا بنعمل له دكتات عبور طريق بس عشان ما يكسرش بعد ما نستفل. تمام. يعني مش بعد ما نرصف والكلام ده كله تيجي شركه مثلا الشركات الخاصه بالهاتف والمعلومات تبدا تكسر، فمجرد احنا كمقاول بنبدا نعمل له دكتات عبور الطريق عشان لما يجي مدد الكابلات. توريد وتركيب اللي هو الهاند هول، المناهيل اللي هي خاصه بالايه؟ بالتليكومنيكيشن. تمام. احنا عندنا هنا بنبدا نحفر الدكتات، وبعد كده بنبدا نعمل الدكتات سواء كانت بوكس سيكشن او يو سيكشن، وبعد كده بنبدا نعمل سبلاي انستليشن في الهاند هول انستول ويرنج تاب والكلام ده كله عشان لو في ايه وهو في حفر لاي ظرف يبدا ايه يبدا الشريط التحذيري ينبهه. طيب دي الانشطه الثلاثه اللي احنا خدناهم من شبكه الهاتف والمعلومات. بعد كده هنخش على الويرنج كورس او طبقه الاسفلت النهائيه اللي هي اعمال الطرق. وهتقول لي ليه يا باشمهندس انت بادئ بالويرنج كورس؟ لان في مقاول تاني واتكلمنا عن الموضوع ده في الحلقه اللي فاتت، اللي مش عارف ليه احنا بدانا بالويرنج كورس يبدا يراجع الكلام اللي اتقال في المحاضره اللي فاتت عشان بس يبقى متابع معانا وماشي معانا. تمام. هنخش على الويرنج كورس. ايه هي الاعمال الخاصه؟ الام سي 1 تقريبا والسبراي، الويرنج كورس 5 سنتي ان كومباكتنج. تمام. اللي هي رش طبقه الاسفلت البيتومين للربط والطبقه النهائيه للاسفلت. ليه بقى يا باشمهندسين؟ برضو عشان اذا احنا خلص الويرنج كورس دي، الطبقه دي الشبكه كانت رقم 6، دي الشبكه رقم 7. تمام. طيب احنا كده يا باشمهندسين خلصنا البرنامج على فكره. خد بالك احنا خلصنا البرنامج كده، ويعني كل اللي هنبدا بقى نشتغل عليه بعد كده هنشوف الوحدات هنا والكلام ده كله، وهنشوف توزيعه الاسعار اللي كنا بنتكلم عليها، وهنشوف البادجت الكوست والكلام ده كله، وهناخد بقى كوبي وبيست كوبي وبيست كوبي وبيست ونولد. طبعا احنا عندنا ايه؟ احنا عندنا مثلا زون واحد، خلصنا الزون ده عشان بس ما انتهوش بالكلام، خلصنا الزون دي كده هنبدا ناخد كوبي وبس نعمل الزون ده والزون ده والزون ده. يبقى انا خلصت فيز زون واحد، فيز واحد كده خلصناها. هنبدا نشتغل على ناخد منها بعد ما نخلص طبعا، وان شاء الله هنخلصه النهارده بعد ما نخلص التوزيع والكلام ده كله والاسعار والكلام ده كله، ونشيك على البادجت توتال كوست بتاعتها. هناخد منها كوبي وبيست
ونعمل فيز 2 اللي هي زون 1 وفيز 3 وفيز 4 تمام. ونفس الكلام بتعمله بقى بتكرر مجرد ريبليكيت لزون 2 وبعد كده زون 3 وزون ايه وزون 4. يلا نرجع بس نكمل كده عشان ايه ما نتوهش من بعض. احنا هنا خلصنا الانشطه المطلوبه، بعد كده هنبدا نخش على اليونت تمام. انا العقد بتاعي سهل جدا، ولكن البرايس بير يونت بتختلف. يا باشمهندس لاحظ ان انا متر مسطح متر مسطح متر مسطح، ليه يا باشمهندسين؟ لان انا العقد بتاعي اهوت، نقول لحضرتك ان العقد بتاعي لمصم بالمتر المسطح، فدي كيس. انا كل شويه بنرجع اهوت دي كيس سبيشال كيس، وانا بدات بيها ليه؟ لانها بتبقى صدمه لكل البلانرز اول ما يلاقي الموضوع دي لمصم. وبرده مش هنسيبك ان شاء الله، هناخد محاضره او اثنين في البرايس بير يونت اللي هي التراديشنال، هنجيبه بيو نفتحها مع بعض ان شاء الله. يعني ممكن بعد ما اخلص دي، وممكن بعد ما اخلص البرنامج الكورس بتاعنا خلاص ناخد محاضرتين كده في البرايس بير يونت زي ما نتفق ان شاء الله تمام. يبقى اذا انا هتلاقيني اليونت اليونت بعد كده هناخد اليونت هتكون بالمتر ايه؟ بالمتر المسطح. هناخد بقى ايه اليونت يا باشمهندسين بالمتر ايه بالمتر المسطح. تمام. ممكن نعمل بقى ايه نبدا بقى نشتغل بقى فلاتر عشان مش هتفكر يعني ما. كده خلصنا اليونت بتاعتنا. وطبعا انت انا زي ما قلت لحضرتك باكد على حضرتك ان احنا في الكيس بتاعتنا بالمتر المسطح، لان المشروع بتاعنا لم صم، ولكن في البرايس بير يونت هتلاقي مثلا دي بالمتر المسطح، دي بالعدد، دي بالمتر الطولي والكلام ده كله تمام. طيب هنبدا نخش على الخطوه تانية اللي هي الاريا على المتر المسطح، ودي مهمة جدا نركز يا باشمهندس اللي هيبدا ايه هنبدا بقى نشتغل بقى ايه التريكات والحاجات دي. اريا على المتر المسطح. طيب هنبدا هنا احنا في زون في زون واحد زون واحد فيز واحد تمام. احنا قلنا ايه مع بعض عشان بس احنا مش المشروع بتاعنا بالمتر المسطح، فانا دلوقتي المشروع الكلي كان 3,858,589. ركز يا باشمهندس معايا تمام. المساحه دي الكليه. طيب انا دلوقتي مش المساحه دي، ده انا عندي زون واحد فيز فيز واحد، يعني انا عندي في المشروع الصغير ده. هنجيب بقى مساحته ازاي؟ طب ندلل الهاتش دي بس عشان نعرف نوصل الهاتش دي برضه مدلقته. وشيفت مش عايزه اهي. طيب عايز المساحه دي يا باشمهندس تمام. بتمشي عليها بول لاين حضرتك، وشرحنا الكلام ده المره اللي فاتت، وبتدوس ال اي بيجيب لك المساحه. وقلنا ان في خطا صغير على فكره المره اللي فاتت، وقلنا في خطا صغير اللي هو تقريبا احنا قلنا 300 متر مسطح ولا ايا كان يعني. طيب اذا هنا انا عندي في اللي هي الفيز واحد، فيز واحد عامله كام؟ عامله 141,918 متر مسطح
تمام؟ احنا ما حطيناش هنا، ده احنا المفروض تبقى هنا. يبقى 141,918 متر مسطح. هنشيك عليها بس تاني عشان نبقوا متأكدين. مية واحد وأربعين ألف مية واحد وأربعين ألف تسعمية وتمنتاشر، بقول الكلام دي؟ اه مظبوط تمام. طيب طبعا عشان برضو نبقوا دبل تشيك نشوفوا المشروع بتاعنا. زون ثلاثة، زون واحد، 600 في 101. اه تمام يا باشمهندسين، اهو 141,980، يعني في اختلاف. ماشي، الاختلاف دي بسبب الاونلاين والكلام ده كله. ماشي ماشي، احنا شغالين مظبوط كده. كده احنا عملنا الفيز واحد، المساحة بتاعتها تمام. لاحظ بقى يا باشمهندس، خد معايا بقى المساحة دي هتتكرر هنا وهتتكرر هنا وهتتكرر في كل الشبكات. ليه؟ ليه يا باشمهندس؟ لأن أنا إحنا بنتكلم هنا، بنتكلم هنا إحنا هنا يا باشمهندس وشغال. بص بقى الكيس دي، وشغال بالمتر المسطح، فاذا الشبكه متوزعه على كامل المساحه، الشبكه متوزعه على كامل المساحه. فهنيجي يعني انا المنطقه دي اللي هي 141,918 زي ما طلع معانا، اذا شبكه السور سيستم هتكون كام؟ هتكون نفس القصه 141,000. تمام. يبقى اذا يا باشمهندسين المساحه هي بتتكرر معايا تمام. طيب المساحة هنا متكررة معايا. طيب أنا السعر اللي أنا هنحطه، اللي هو اللي إحنا بنحطوه هنا، الواحد ريال أو الاتنين ريال أو الكلام ده كله، هو كام؟ بص خد بالك بقى، السعر شامل كام؟ على المتر المسطح. إذا لما نيجي نقول لحضرتك اللي هو كان 52 على المتر المسطح، وجيت كسرت أنا ال 52 وخليتها بالكلام ده كله، يعني إذا الاتنين دي هتبقى على المتر المسطح. 2 ريال في المتر المسطح، 20 ريال في المتر المسطح، 12 ريال في المتر المسطح، وهكذا تمام. هنبدا ايه؟ نبدا استبانيو ونعلم على دي بقى ونخليها 2% وناخد دي كنترول سي ونعمل طيب نعمل فلتر الأول. كنترول سي السلام عليكم. السلام ورحمة الله. معلش انا كان عندي استفسار، ممكن ولا نأجل؟ من نأجله معلش بقى، طيب معلش بس بنخلص هنأجل كده، هنخلص بس الحته ديت وممكن ايه، لان عشان بس اللي هي باشمهندسين انا منحت الاجابه، ان في ناس جات لي فعلا بدات تبعت لي رسائل ولقيت كلامهم عندهم حق، هو عايز يسمع الماده العلميه على بعضها، ولذلك انا ايه، فهو كونه يلاقي اسئله ونقطع ونعمل فهو بميل، فانا عايز بس ناخد ساعه على بعضها كده شرح كامل متواصل ان شاء الله. بص يا باشمهندسين، هنخلص الحته دي ان شاء الله نص ساعه بالكثير وهكون خلصت. كده يا باشمهندسين انا ايه، حطيت مجرد انا جبت الرقم دي منين؟ جبته من الاوتوكاد، من المساحه الكامله تمام. طيب هنبدا نحط بقى على الاسعار بتاعتنا. الخطوه الثانيه هنحط الريت اللي هو السعودي ريال بير متر سكوير،
نكبر دي كده ونخلي السيلز ونصغرها شوية نص تمام. طيب هنبدأ بقى ناخد ايه الأسعار يا باشمهندسين هنا كل شبكة بالسعر بتاعها. هنا نخليهم كده الأول ماشي ونبدأ نقول كانت بال95 هنا زون كنترول زد ضمن هنا ما احنا ضمن هنا الاسعار اختلفت هنا تمام. شبكة الصرف شبكة الصرف الصحي كانت ب52 كنترول 52 يبقى احنا عندنا هنا السور سيستم كانت ب52 تعال ناخدهم كده مع بعض كده والبوتابل واتر كانت بكام؟ 25 كانت ب25 والروجيشن الري 12 والإنارة 18 الري 12 والإنارة كانت إنارة 18 والكهربة القوة كانت كام؟ كهربة القوة 76 ريال والهاتف 3 والأسفلت 4 كهربة القوة 76 والهاتف كان ب3 والويرنج كورس كان ب4 ونبدأ إيه تمام كده يا باشمهندس ان كل اللي عملته فضيت فرغت الجدول ده الاسعار الاجمالي الكام بقى لان كان الاجمالي الكام بقى سعر المتر انا شغال بقى بالمتر المسطح كامل كله كام 190 ريال تمام. ممكن نيجي عامل تشيك صغير هنا تشيك صغير هنا بقى نقول له دي بتساوي دي زائد تمام 190 ريال تمام. يبقى اذا الويت واحنا طبعا عرفنا ان الويت دي جبناها ازاي وزعناها الاسعار دي اتوزعت كده بتدي الاجمالي كام 190 ريال تمام. طيب ال 52 دي مجرد انا بكسرها بناخد بس ان التكسير اللي احنا عملناه ال 2 ريال والكلام ده تمام. تعالوا بقى نبدا ان نبدا نشوف وممكن كمان ال 52 دي بعد ما نخلص هنحذفها ونشوف هتدينا 52 ولا لا التوزيعه بتاعتنا عشان نبقى نتاكد منها تمام. طيب سيتنج اوت اند روت سيرفي كانت لو ناس كده كنت طبعتها يعني المشكله ان انا اتنقلت في مكان طبع بعيد 2 ريال هنا ب 2 ريال وانا هنقف هنا كده عشان ما نبقاش بس كده شويه ايه سيتنج اوت وترانش ترانس اكسكافيشن اند انسبكشن وفي بيدنج اند ليفلنج الحفرة حتى من سوق 20 ريال 20 ريال هناخدها خلاها 19 والبيدنج اند ليفلنج خلاها ريال وعرفنا ليه احنا عملنا الكلام ده هنا. بعد كده سبلاي انسوليشن جوينينج اند الاينمنت اوف بايبس اللي هو توريد توريد وتركيب وتوصيل والمحاذاة للمواسير يعني البند شامل كله توريد المواسير والقطع الخاصة توريد المواسير والقطع الخاصة هنا ب 12 ريال تركيب المواسير والقطع الخاصة 4 ريال يبقى 16 ريال يبقى النشاط ده هيكون ب 16 ريال تمام. والسبلاي انسوليشن اوف مان هولز والهوك اب بتاعه الخاص بيه تعالوا نشوف النشاط ده تركيب توريد وتركيب وتشطيب المطابق ب 2 ريال
اتنين. السيستم تيستنج لها نشاط ولا لا؟ اختبار من 2 ريال. 2 ريال. بعد كده الباك فيلنج والوصلات المنزليه، 2 ريال للباك فيلنج و6 ريال للوصلات المنزليه. 2 ريال و6 ريال. تعالوا بقى نتاكدوا كده ان دي كانت ب 52. خلوا فاكرين كده معانا 52 دي هتساوي، دي بتساوي سبميشن انتر. لا في حاجه كده مش مظبوطه، في حاجه مش مظبوطه، المفروض 52 مش عارف يعني حاطط هنا فين. ايا كان بقى عشان نكتب ورجعوها هتلاقي حاجه منسيه هنا مع بعض، ممكن نخلوا دي او نراجعوها مع بعض. راجعوها مع بعض. 2 ريال في هنا، في هنا كام ريال؟ في هنا التوريد وتركيب وتشطيب المطابق، اختبار المواسير، اعاده الردم. طب ناخدوها مع بعض كده، رفع المساحه وتحديد مسار الحفر وتهجيز الموقع ب 2 ريال. اوكي يا ريت اللي يشوف الخطا هندسه يبعتوا لنا. بس ترانش اكسكافيشن اند انسبكشن خليناها ب 19 لان هي كانت ب 20، كانت ب 20 وخليناها ب 19 وخدنا البيدنج والليفلنج مع بعض. ماشي. توريد وتركيب الفرشه اسفل المواسير، صح. ما هي دي 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 ما لهاش نشاط، دي في 2 ريال هنا اهو، صح في 2 ريال لما تحطوش توريد وتركيب الفرش اسفل المواسير اللي هو ممكن نحطها مع تركيب المواسير، صح صح النشاط دي اللي هو السبلاي، وممكن نخليها في البيدنج اند ليفلنج. يعني هو هيعمل بيدنج اند ليفلنج يبقى دي 20 زي ما هي، دي 20 زي ما هي، والبيدنج اند ليفلنج بعد ما يعمل بيدنج اند ليفلنج ينزل بالايه، ينزل بالفرش، يبقى السعر دي شامل ايه؟ شامل التسويه والفرش الايه والفرش الرمله الاسفل المواسير، او ممكن نحط اللي هو السبيس ده حسب المواسير. تمام. سبلاي انسوليشن تمام، يبقى كده قالت معانا 52. تمام خش على الشبكه اللي بعدها. الشبكه اللي بعدها شبكه الميه والحريق. الرفع كان 2 ريال والحفر 2 ريال و8 ريال 2، والبناء يبقى نقوله دي، نقوله دي 7 ريال ونص ودي 0.5. سبلاي انسوليشن اوف بايب اوف فالف ان روم، ده طبعا توريد وتركيب المواسير والمحابس وغرف المحابس. النشاط هنا بيقول ايه بقى؟ الحفر اتخلصنا منه، توريد المواسير والمحابس والقطع الخاصه، توريد وتركيب الفرش اسفل المواسير. ممكن نخلي دي يبقى نخلي دي زي ما هو، نخلي دي بريال ونخلي دي ب8. النشاط ماشي، نخلي البيدنج اند ليفلنج اللي هو توريد الفرش اسفل المواسير. طيب النشاط بقى توريد المواسير والمحابس والقطع الخاصه، تركيب وتمديد، توريد المواسير والمحابس والقطع الخاصه 6 ريال، تركيب وتمديد المواسير والمحابس طبعا ايه 4 ريال، يبقى الاجمالي كله 10 ريال. السيستم اختبار الشبكه، تركيب وتمديد طبعا تركيب وتمديد المواسير، اعاده الردم، مواصفات شامله، شامل تركيب الشريط التحذيري. هنا مش حاطين الوصلات المنزليه، يبقى السيستم ممكن نحطها بنص ريال، وهناخده من اي مكان. في الباك فيلنج، الباك فيلنج كان بكام؟ اعاده الردم ب 2 ريال، يبقى بريال ونص او ممكن بريال 75. والسيستم تيستنج بوينت 25 هلله، والوصلات المنزليه هنخليها ب 2 ريال ودي هتبقى ب 8 ريال. تمام. المفروض الاجمالي يكون دي بتساوي سبشن ده هيكون 25 29. طب لا طلع 29 كل مره تطلع معانا غلط ولا ايه؟ يعني دي حاطينها ال 2 ريال. كام بقى؟ 2 ريال كانت ب 2 ريال، واللي بعدها ب 8 ريال. 2 ريال 8 ريال والبيدنج ليفل ب 1 ريال، وهنا راجعوا مع بعض بقى. البيدنج ليفلنج اند انسبكشنز دي احنا خدناها اللي هو ايه؟ اللي هو الفرشه اسفل الرمل، حطينا الحفر حتى من 8 ريال، توريد المواسير والمحابس والقطع الخاصه، توريد وتركيب اسفل المواسير تمام،
تركيب وتمديد المواسير والمحابس كده. ما هي 23، امال انا كنت عاملها ليه؟ ما مظبوط مظبوط يا شباب، 23 فعلا، كنت فاكر 25، ما كتبتها غلط المره اللي فاتت، هي 23 مظبوط كده. الشبكه اللي بعدها شبكه الراي، المفروض الحاجات دي تبقى طابعها على جنب يعني، بس انا طبعا لو طبعتها برضو كنت هتشوف انا منين الى ارقام، لازم تكون الحاجه واضحه قدامكم. شبكه الراي شبكه ظريفه جدا، فكم نشاط الحفر والمحديد مسار والمسار 1 ريال. اللي بعده الحفر حتى 4 ريال، اللي بعده البيننج الليبلنج خلي 4 ريال لما نشوف هنا فيه له نشاط ولا له اسم هنا ولا لا. توريد وتركيب المواسير الحفر حتى نسيب نخليها مثلا 3 ريال ونص و 3.75 كمان و.25 للبيدنج الليفلنج. بعد كده سبلاي اند انستليشن اوف بايب بايبس والفالف والفالف روم اند سبيشال بارتس. توريد وتركيب المواسير والمحابس وغرف المحابس والقطع الخاصه 6 ريال، 6 ريال، ممكن نخليها 5.75 والسيستم تيستنج 0.25 وانستول ويرنج تاب الباك فيلنج إعادة الردم 1 ريال، نخليها 1 ريال. الإجمالي بقى كام بقى عشان نبقى متأكدين؟ هنا 12 ريال، المفروض هنا تدينا إيه؟ لو قلنا دي بتساوي سمشن المفروض تدي تقرا 12 ريال مظبوط. تعالى بقى لشبكه الكهرباء، ربنا يعيننا وما نخطاش. نخش على كهرباء القوه ولا اناره الشوارع دي؟ الكتريكال سيرفيس، لا الكهرباء، كهرباء القوه، كهرباء القوه، شبكه الاناره، كهرباء القوه. الحفر والترحيل 20 ريال طبعا، خد لي 1 ريال هنا وخلي دي 19، خلي دي 19 اللي احنا طبعا ايه. والباد بريبريشن موجود ولا لا؟ ممكن الباد بريبريشن توريد كابلات الجهد المنخفض والمتوسط، يبقى خلي دي 0.5 و0.5، خليناها ايه، خدنا 1 ريال من ال 20 يا شباب، خلينا نص للاعمال الاعمال السيتنج اوت والروت سيرفي، وخدنا نص ريال برضو للباد بريبريشن. وبعد كده سبلاي اند كيبل لينك فور لو اند ميديوم فولتج، يبقى ايه؟ يبقى توريد وفرد الكابلات للو والميديوم فولتج. طب النشاط هنا بيقول لك ايه؟ توريد كابلات الجهد المنخفض والمتوسط 20 ريال تمام، تمديد الكابلات شامل الفرشة الرمل وضغطات عبور الطريق، تمديد الكابلات. طبعا احنا ممكن ناخد من دي، صح، ناخد من ال 6 ريال دي ناخد منها ريال اللي هو الباد بريبريشن، ناخد منه ريال ونخلي دي ريال زي ما هي تمام. وفي الحاله دي ال 6 ريال هتبقى 5 ريال، 5 ريال وتوريد كابلات الجهد المنخفض والمتوسط 20، يبقى 25، يبقى هنا 20 من سعر الكابلات، والتمديد هيبقى 5 ريال لان احنا خدنا 1 ريال للايه اللي هو الباد بريبريشن، يبقى هنا 25، 25 تمام. طيب هنخش على بعد كده على الكونكريت فور فوتنج فور ترانسفورمر والسبلاي اند انستليشن للمحولات دي، طبعا الخرسان اللي بتبرست عليها المحولات، والمحولات نفسها والبروتكشن الحمايه حوالين المحولات. يبقى ثلاث نشاط دول لازم ايه هم يكونوا هنا نشاط، هنشوفهم هنا ايه. توريد المحولات ووحدات الربط الحلقيه كان 16 ريال، تركيب المحولات ووحدات الربط الحلقيه شامل القواعد الخرسانيه والاعمده الحمايه، يعني البند دي هو اللي هيتكسر اللي هو 4 ريال. 4 ريال هو التركيب بصراحه، ممكن دي تبقى 0.75 ودي هم 4 ريال عايزين نوزعوهم بالطريقه دي. انا طبعا التركيب ممكن نخليه ريال ونص و كده وريال ونص عشان نخلص، وهنا 1 ريال، يبقى اذا 3 ريال 4 ريال هنا تمام. السيستم تيستنج له النشاط الاختبارات، الاختبارات اهي 4 ريال 4 هنا، مش بس
هنا 4 ريال. طيب الستول ويرنج كاب اند باك فيلينج، الباك فيلينج عمال الباك فيلينج اعاده الردم 6 ريال 6 ريال. طيب المفروض الاجمالي يدينا كام؟ 76. نتاكد من الايكويشن بتاعتنا. على 60 ليه بقى؟ في حاجه، في حاجات خطا هنا، في حاجات خطا. 76. طب تعالوا نراجعوا تاني بقى. مظبوط مظبوط. طيب هنا احنا خدنا هنا 20، 20 ريال اول 20 مع بعض كده، اول 20 دي خلاص خلصنا منها. طب هنبدا نجمع دول، يعني هيكون الخطا في دول كده. لا 76 مظبوطين، يبقى ما عندناش الخطأ عندنا. طيب نبدأ نراجع تاني ونبرهن لله. أدي أول 20 خدنا 1 ريال والترانش اكسكافيشن. طيب طيب بعد كده ال 20 الثانية توريد الكابلات الجهد المنخفض والمتوسط 20 ريال، وقلنا توريد المحولات ووحدات الربط الحلقية. احنا حطينا سعر لتوريد المحولات، أتوقع إيه؟ المحولات ووحدات الربط الحلقية. ما في تقريبا في هنا المحولات ما حطيناهاش على ما اتذكر. فين المحولات؟ سبلاي انسوليشن دي. طب نراجع بس مع بعض كده. خدنا دي 1 ريال. طيب الباد بريبريشن دي خدناها منين؟ خدناها من الست، في كانت في حاجه اسمها ستة هنا. توريد الكابلات شامل فرشة الرمل وتقطيع عبور الطريق، دي كانت خدنا منها ريال بقت 5 ريال. وخدنا توريد الكابلات والجهد المنخفض حطيناها زودنا عليها الخمسة لأن البند شامل التوريد والتركيب، يبقى بقت 25. يبقى إذا الخطأ عندنا في المحولات، توريد المحولات ووحدات الربط الحلقية هي اللي فيها خطأ. أتوقع في خطأ لأنها أصلا 16 ريال، فعلا في خطأ. عايزين نشوفه بقى، إحنا ما حطيناهمش. عن سبلاي اند كيبل لينك كونكريت فور فور ترانسفورمر سبلاي انسوليشن ترانسفورمر. ايوه دي اللي هتكون، دي اللي هتكون 16 ريال. و ما هو سبلاي اند انسوليشن، لا ده هتبقى 17 ريال ونص يا شباب، اللي هو الريال ونص اللي احنا حطيناه، لان هنا البند شامل التوريد والتركيب. مظبوط. هتكون 17 ونص. تمام تقريبا تكون 17 ونص. مظبوط كده. يعني هو السعر هنا احنا وزعناه بس التركيب، وحطناه مع اصلا بنحط التوريد. هو كان التركيب انا كنت عامل حسابه في التركيب بريال ونص، وسعره اصلا ايه؟ سعره على متر مسطح 16 ريال. تمام. طيب نخش على الشبكه اللي بعدها. الشبكه اللي بعدها اللي هي الكيبل ان لايتنج باستس. الكيبل ان لايتنج باستس اللي هي الاناره. شبكه اين الاناره؟ الاناره هي 18 ريال. 1 ريال للاناره. الكيبل ان لايتنج باستس 1 ريال. بعد كده ترانش اكسكافيشن كان بكام؟ الحفر حتى من سقاع الحفر 3 ريال. الحفر حتى من سقاع الحفر 3 ريال. طيب الباد بريبريشن لوحة توريد تركيب توريد وتمديد الكابلات شامل الفرشة. ايوه اللي هو الباد بريبريشن توريد، دي هتبقى ريال ونص، وهناخد لها نص ريال للباد بريبريشن اللي هو. تمام. وفيه معانا لسه ريال ونص. سبلاي اند كيبل لينك فور لايتنج بوستس. تمام عشان ما نغلطش الخطا اللي فات. توريد وتركيب كابلات الاناره 3 ريال، وفي ريال ونص من التمديد، يبقى 4 ريال ونص. دي هتبقى ب 4 ريال ونص. 4 ونص. بعد كده
سبلاي انستليشن فور كونكريت. بص يا شباب التقسيمه دي بس عشان كان الاتفاق، يعني انت ممكن تظبط الانشطه دي زي دي بالظبط وتريح دماغك، ولكن احنا كنا اعتمدنا الاستشاري وبدانا نعدل، ومدير المشروع قال لك طب شيل لي دي، طب اعدل لي دي، ومش عارف ايه والكلام ده كله، فدي حصل الاختلاف. ولكن انت ممكن تخلي دي زي دي بالظبط عشان تسهل عليك، ما تقعدش بقى تجمع وتطرح والكلام اللي انا بعمله دي. تمام. طيب بعد كده النشاط اللي بعده سبلاي انستليشن كونكريت فوتنج فور لايتنج بوستس سبلاي انستليشن فور توريد وتركيب كابلات توريد اعمده الاناره والكشافات. الاعمده كانت ب 4 ريال، توريد قواعد الاناره ب 2 ريال. ايوه دول بقى اللي انا علمت عليهم بالكار لانه فيهم لخبطه شويه. تركيب يبقى احنا عندنا الاعمده توريد الاعمده والكشافات ب 4 ريال، والقواعد ب 2 ريال، وتركيب اعمده الاناره ب 2 ريال. يعني الاجمالي كله التركيب والقواعد الخرسانيه واعمده الاناره كله ب 8 ريال. تعالوا بقى نشوفهم هنا بيتعاملوا ازاي. احنا هنا احنا بنقوله سبلاي انستليشن فور لايتنج بوستس، تركيب اعمده الاناره، وبعد كده سبلاي انستليشن فور كونكريت فور لايتنج بوستس. هو نشاط لوحده صريح ب 2 ريال. تمام. طيب سبلاي انستليشن فور كونكريت سبلاي انستليشن كونكريت فوتنج فور لايتنج بوست ب 2 ريال، هو نشاط صريح هنا فيبقى ب 2 ريال. تركيب قواعد الاناره 2 ريال. يتبقى دي تركيب اعمده توريد اعمده هنا يبقى التوريد كان ب 4 ريال، وتركيب اعمده الاناره ب 2 ريال، يبقى الاجمالي كله ب 6 ريال. 6 ريال، وممكن نخليها ريال 75 عشان ما فيش تيست اكسبشن، 0.25 للتيست والباك فيلنج اللي احنا الاختبارات. لا في اختبارات هنا، تركيب توريد وتمديد، تركيب اعمده النار الشامل، تركيب الاوان. الاختبارات ب 1 ريال، الاختبارات هنا ب 1 ريال، ونخلي دي ممكن ب 5، ونخلي 1 ريال للباك فيلنج، وممكن 5.5 كمان، يعني الباك فيلنج يعني ايه فعليه ايه نص ريال. طيب نخش بعد كده على شبكة الهاتف والمعلومات. ظريفة جدا هي الضغطات كانت ممكن 2 ريال و1 ريال الضغط، والضغط اكسكافيشن ب 75، وهنا 0.25، وهنا 1 ريال. احنا بس عايزين نتاكد من الايكويشن طبعا عشان كلها تبقى شغاله كلها ايكويشن. دي انتر، ودي 18 المفروض تبقى 18 دي ايكويشن ولا نمبر؟ دي ايكويشن هو مظبوط كده. باقي لنا اخر واحده اللي هي اللي هي الويرن كورس. ويرن كورس اللهم صل على النبي المصطفى، طبقه الاسفلت، طبقه الاسفلت النهائيه 1 ريال و3 ريال، يعني عمال الطبقه اللاصقه والطبقه النهائيه بالايه؟ 3 ريال. لا برضه كويشن عشان ايه؟ 4 ريال. هي هنا ريال معنا كام بس للتاكيد، هنا 4 ريال. تمام. باقي لنا بقى يا باشمهندسين حاجه بسيطه جدا، يعني هنبدا نقول له دي في دي هيديك السعر ايه على البادجت. البادجت توتال كوست دي اول حاجه هنبدا نجيبها، او اول رقم هيبدا يدخل البريمافير. تمام. تقول له دي بتساوي تي في دي. تمام. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. رقم تقريبي 1 نبدا.
رقم تقريبي واحد يفتح الفلتر. تمام يا باشمهندسين، دي البادجت توتال كوست، بمعنى ان احنا لما نخلص الشبكه كامله احنا كده هنكتفي النهارده، بس عشان ما تتوهوش مننا. كل اللي انا عملته هنراجم مع بعض، نراجم مع بعض احنا ايه اللي عملناه. عملنا الزون، ان احنا عندنا عملنا زون واحد وعملنا فيز واحد في زون واحد. طبعا زون واحد فيها اربعه فيز، تمام؟ يبقى عملنا زون واحد، زون واحد فيها كان فيز واحد. بعد كده هنبدا ناخد دي كوبي وبيست، كوبي وبيست. اللي هيتغير بقى يا باشمهندسين، طيب هنكمل حركه تاني عشان تعرفوا ان العمليه بسيطه جدا يعني، تمام؟ بتريكه واحده كده احنا تقريبا الشغل الصعب كله خلص. تعالوا بقى ناخد احنا دلوقتي زون واحد، هنبدا نعلم على دي كده، تمام؟ وهنقول له كنترول سي، عشان تعرفوا بقى ان العمليه بدات بسيطه كده، دي كانت اصعب مرحله. كنترول سي كنترول في. طيب دي هتكون بقى ايه؟ دي هتبقى فيز 2. فيز 2 حضرتك كل اللي هتعدله بقى هتبدا تكتب هنا ايه؟ فيز 2، فيز 2، تمام؟ فيز 2، فيز 2، تمام؟ 2 اتنين اتنين اتنين. طيب ايه اللي هيتغير هنا؟ السعر ثابت، تمام؟ السعر دي ثابت مش هيتغير، اللي هتتغير المساحه فقط. يعني هتيجي داخل كل اللي حضرتك هتعمله كل اللي حضرتك عايز تعمله بقى هتيجي داخل على هنا على دي اللي دي احنا بقى هنعمل دي، هتعمل لي المساحه دي فقط، تقول لي تشوف لي المساحه دي بكام. المساحه اهو، احنا عندنا عشان بس ما نغلطوش احنا عندنا زون واحد فيز 2. ايوه، من اول هنا الرقم هيت ايه؟ هيتغير اللي هو 117228. دي كان الاولاني كام؟ 141000، دي 117000، تمام؟ 117000. ممكن بعد كده ناخد دي برضو كوبي بيست فاليو 117000، وهنا كده ممكن نقول هتيجي معانا بيست فاليو، بيست فاليو. بص الاسعار بتتغير يا باشمهندس، ممكن تعلم عليها كده بالكل كده من غير فلتر او اي حاجه، هنقول له ايه؟ بس كده شكرا، انا خلصت ايه؟ خلصت 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 فيز 2، تمام؟ 117000 يبقى دي عشان نبقى ايه في السنتر كده. خلصت فيز 2، تعال بقى ناخدها كابي برضو ونخلص فيز 3 كده. لاحظ ان احنا خلصنا البادجت توتال كوست، هنخلصه النهارده، هنخلص لكم زون واحد هنخلصه النهارده. هنخلص النهارده يا شباب انا زون زون واحد. هنخش بعد كده على زون واحد فيز 3. هنا زون واحد فيز 2 هناخد من اول هنا كده. كنترول سي، سي كنترول في، زون واحد فيز 3، تمام؟ وننزل بالمره نقف هنا نعمل ايه؟ كنترول سي كنترول في عشان احنا ما خدناش، خلاص نعدلها ونبقى نعملها تاني مش مشكله. هنخد نكتب بقى هنا ايه؟ السور سيستم لفيس 3، البوتابل واتر لفيس 3، والاريجيشن سيستم لفيس 3، بعد كده الالكتريكال سيرفيس لفيس 3، الكيبل اللايتنج بروسيس لفيز 3، وبعد كده التليكومينيكيشن لفيز 3، وبعد كده الويرنج كورس لفيز 3، تمام؟ طيب ايه اللي هيتغير برضو؟ هنشوف المساحه بتاعت فيز 3 عامله كام؟ فيز 3 في زون 1، فيز 3 اللي هي دي، شوف المساحه بتاعتها 141864
141,864 ونص. فين احنا بداية كده ايه؟ بص بقى يا باشمهندسين، ليه انا قلت لك ابدأ باللون الكاتم؟ عشان تبقى عارف انت فين. يعني شوف، انا اول ما من اللون عرفت ان انا عندي في ثلاثة، لذلك الالوان دي الثابتة دي نفس الليفل، فانا اول ما وقفت هنا عرفت انا بداية ايه؟ فيز ثلاثة. سي كنترول بي، 141,864. هناخد دي، ناخد دي كده كوبي، نعلم عليهم كده كل كده، ونقوله ايه؟ نقول له باست فاليو عشان يحتفظ بنفس الكلر، يبقى 141,000. طيب هنبدأ نخلص فيز أربعة في زون واحد معايا. تمام، في لخبطة كلمة زون وفيز، فالناس بتتلخبط، بس يا ريت تركزوا. يبقى احنا هنخش بقى على ايه؟ زون واحد، فيز أربعة نعدلها. كل اللي هنعدل، انا هعدل، هنقول له هنا بنوصل لها بأربعة، السور سيستم والبوتابل واتر أربعة، والإيريجيشن أربعة، والإلكتريكال سيرفيس هنا أربعة، والكيبل اللايتنج، الكيبل اللايتنج بوستس أربعة. الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 12. عندنا في المفروض نقفل بقى دلوقتي عشان كتير كده. كده أربعة، هنا أربعة. تمام، إيه اللي هنعمل؟ هنعدله، هنعدل هنا برضو إيه؟ المساحة. هنروح للمساحة، حضرتك تروح للمساحة هيت المساحة. طبعا أنا لما أجيب الأي 191,009 أو 10، لا لا أنا خدت الأريا غلط، لا ده 210,694، 210,694. هنا عندي فيز كنترول سي كنترول في، 210,000. وهنا كوبي، معلم عليهم كده ايه؟ ويقول له باست فاليو و 210,694 كده. يا باشمهندسين العمليه بسيطه، عملنا احنا خلصنا المنطقه دي بالكامل، خلصنا المنطقه دي. تمام، كل الحكايه انا بنيجي على الاكسل شيت بناخد المنطقه دي برضو كوبي، ونبدا نحط زون 2، بنغير المساحه. انا هبعت لكم الاكسل شيت ده، تمام، وتكملوا لنا، تمام، وهتبعتوه. وبكده نكتفي النهارده بهذا القدر، يعني عشان الناس تبدا تراجع وتفهم. هي العمليه بسيطه جدا، ما فيش اي صعوبه. كل اللي احنا اول ناتج وصلنا له البادجت توتال كوست، اللي احنا لكل ايه؟ لكل نشاط، اللي هو على ما تلاقي توقف على البرمافيرا وتلاقي كل نشاط. انا ممكن المره الجايه ممكن نخليك تعمل البرنامج في ثواني قبل ما نبدا، عشان افهمك العمليه بسيطه. يعني كده احنا ممكن في 5 دقائق تلاقي نفسك عملت البرنامج الزمني.